توفيت أختي من أمي ولها أولاد أخ من الأب ولها بنت، فمن أحق في الوراثة؟ أفيدوني بارك الله فيكم. هذه توفيت ولها أخ من أم ولها بنت ولها أولاد أخ من أبيها، المال يكون للبنت ولولد الأخ من الأب، أما الأخ من الأم فليس له شيء لأنه محجوب بالفرع الوارث وهو البنت، فعلى هذا يكون للبنت النصف والباقي لأولاد الأخ من الأب، الباقي يكون للذكور من أولاد الأخ لأب، أما الإناث ليس لهن شيء، الباقي يكون للذكور من أولاد الأخ لأب وليس للإناث من بنات الأخ لأب شيء. نعم، شكر الله لكم.